السلام عليكم البنات، ما شاء الله غنحضروا الكريم دو ماسكاربون. كنحضر نذوقوا بها الحلوه اللي بغينا، ميم لي كاب كيك كتجي زوينه مع لي كاب كيك. كنحتاجوا فيها 200 غرام ديال الماسكاربون، 300 ديال الكريم، الكريمه السائله خاصها تكون ضروري 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 30% ديال الماتيغ غاز المواد الدهنيه، و 40 50 غرام ديال السكر. انا قبل ما نبدا كندير ديما المقادير ديالي في البول، وكندخلوا المجمد لمده ربع ساعه او اكثر عاده باش كنبدا نطرب. يعني لا بغيتوها تصدق لكم 100% من الاحسن ديروا ليها هكذا. فوالا انا نبدا ان شاء الله نطرب. في الاول كنبداو بشويه في الاول حتى تنسجم لينا الكريمه والكريمه السائله والكريم ماسكاربون، ومن بعد كنديروا نزيدوا في السرعه. هاي بدات الاول مزيان، دابا نزيدوا في السرعه حتى تبان لينا تشدات، ونبداو نزيدوا في السكر. ملي كنحبسها شويه ونزيد فيها السكر بشويه بشويه، كنزيد السكر وكنزيد نخلط. الكريمة ديالنا كتكون على هذا الشكل، هذا تكون مزيانة شادة في راسها، نعمرو بها لي كاب كيك ولا لي كاتو ديالنا. مسلمة البنات، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وما تنساوش بارطاجيوه مع صحابكم وحبابكم، والى اللقاء في الفيديو.